هذا يقول إن فيه طائفة من الشباب يفطرون قبل الناس، يفطرون قبل الناس في البلد بزعمهم إنهم على حق وإن الناس على خطأ. هذا لا يجوز يا عباد الله، الاختلاف لا يجوز. تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين ولا تختلف عنهم، والمسلمون على خير إن شاء الله، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كنت في بلد فإنك تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين ولا تخالفهم، لأن الخلاف شر. نعم.